ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة رجا كيتشن. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم تحلية كتجي سهلة رائعة جدا، مقادير متوفرة في كل دار، مقادير بسيطة. غادي نحضروا تحلية كتجي بنينة بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله بالمقادير. غنحتاجو 500 مليلتر ديال الحليب، يمكنكم تضعفوا الكمية على حسب عدد الأفراد. غنحتاجو هنا نشا مايزينا، غنحتاجو تقريبا جوج ملاعق كبار ممتلئين جيدا. غنحتاجو هنا الفانيلا، بالنسبة للبنات اللي في أمريكا هنايا هاد الفانيلا كناخدها من عند المحلات العربية، مذاق رائع جدا. هنا فانيلا باودر وكدي فيها كمية كثيرة. وهنا غنحتاجو ملعقة كبار ديال السكر حبيبات، وغادي نستعمل هاد الزليفات صغار. غندوزو على بركة الله طريقة التحضير. غناخدو الحليب كما قلت لكم، مكونات بسيطة بزاف. ناخدو الحليب، يمكن لكم تضاعفو الكمية كيف ما قلت لكم على حسب عدد الأفراد. أنا هنايا غادي نحتاج غير 500 ملل ديال الحليب هي اللي استعملت. غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر حبيباتي، كيبقى السكر على حسب الذوق، اللي بغاها حلوة بزاف يقدر يزيد مزال السكر. هنا غادي نضيف الفاني واحد الملعقة كبيرة. وغادي نضيف المايزينا اي النشا الذرة، نضيف واحد جوج معالق كبار ممتلئين جيدا. وغنضيف واحد قبصة الملح. صافي، غادي نخلط جميع المكونات حتى تنسج ليا في الحليب وهي باردة، ومن بعد نديها فوق النار حتى تعقد ليا كيفما كتشوفوا معايا، حتى يعقد الخليط مزيان. سهلة، ما كتاخدش لينا الوقت كتير دغيا كتحضر. كما كتشوفوا معايا ها هو عقد ديال الخليط. صافي، هنايا غادي ناخذ الزليفات ديالي، غادي ندوز عليهم هكا شويه الماء لتفادي انهم يلتصقوا. يمكن لكم تستعملوا لي سوطاس او اي زليفات اي نوع عندكم. صافي، هنايا غادي نفرغ نصف الكميه، وغادي ندير الوسط بيستاج. يمكن لكم تستغناو عليه او تضيفوا اي حاجه كتبغيوها. هنايا غادي نضيف القليل من حبيبات البيستاج، وغادي نكمل النصف الاخر ديال التحلية ديالنا، فكتجي بنينة رائعة جدا. صافي، وغادي نستمر بحال هكايا حتى نكمل كاع الزليفات اللي عندي، ونرجع معاكم من بعد.
كتشوفوا معايا بعد ما ساليت الكميه كامله وخليتهم بردوا مزيان على سطح العمل، وغادي نغطيهم هنايا بالسلوفان وغادي ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا مزيان على الاقل 3 سوايع. انا خليتهم ليله كامله حتى الغد لي عاد باش قدمتهم. صافي هنايا بعد ما بردوا كيف ما كتشوفوا الغد ليه حيدتهم من زليل فات، وخديت هنا الكوك كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي ندوزهم في الكوك حتى الكوك يعطيهم واحد المذاق غزال كيف ما كتشوفوا معايا. بيستاش كي كيبان الحبيبات ديالو. صافي وهنايا غادي نحطهم في طبق التقديم، وغادي نزينهم بطريفات ديال الفريز والنعناع، المهم ورقه النعناع، المهم كيبقى التزيين على حسب الذوق. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وتخليوا لي التعاليق ديالكم اللي كتزيد تحفزني. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشاركوا في القناه. مازال العديد من الوصفات جايه ان شاء الله باذن الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة. واللي بغى يتواصل معايا مرحبا بكم على الصفحات ديالي فيسبوك والانستغرام، غادي نخليها لكم الروابط ديالها تحت من الفيديو. وغادي نخليكم هاد الساعه الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التزيين.